مثل ما تبي يلبس ولا تهتم كلام الناس. لبسك الشي اللي مثلك ويميزك عن باقي الناس. مثل ما تبي يلبس ولا تهتم كلام الناس. لبسك الشي اللي مثلك ويميزك عن باقي الناس. كل واحد ودوغه حوم أحمر أخضر أصفر. البس اللي يريحك ولا تهتمش اللي يقولونه. كتالوجك ألوانك البس بس علشانك. ارتاح ريح بالك ولا تهتمش اللي كويتي مميز ومتجدد وفريد في عالم الموضة. إرضاء الناس مثل ما تعرفون غاية لا تدرك، لكن كل مصممة تضع أمامها أسس لتكون في الصدارة. المصممة الراقية نوال الناصر كانت مختلفة، خلونا نتعرف عليها. بالنسبة للمهتمين في عالم التصميم وتطلعهم حق كل شيء جديد ومميز وراقي، خلاني اني انا بالفعل احاول اني انا اجدد واتميز. وان هذا بالنسبة لي نقطة مخيفة، لان عندي وايد من الناس وشريحة كبيرة من المصممين عندي على مستوى الخليج وبالكويت بالاخص، فهذا يخليني في تنافس قوي في اني انا يكون عندي دائما قطع مميزة لها تفاصيل معينة. ما أقول لك إن أنا مو في حالة قلق، لا أنا قلقة بالسالفة هذه، بس أحاول إني أنا أكون متمكن فيها. شوفي أخوة، نقول سلاح له حدين. أكيد مواقع التواصل الاجتماعي أبرزت وايد ناس يستحقون إنهم يبرزون على الساحة وفي التواصل الاجتماعي، ولكن في نفس الوقت خلت كثير من الهويات موجودين يستهون المسألة هذه التصميم. خل أقولها بصريح العبارة، يأخذون بعض موديلات الموجودين في الانستغرام والسوالف هذه وقاعد يقلدونها، وأكيد هذا يزعجني ويزعج كثير من المصممات. مو معقول أن تتساوى الأمور نفس الشيء. أنا واحدة دارسة أكاديميا، أنا دارسة المسألة هذه بتفاصيلها. فبالنسبة لي أوكي، أنا مستانسة أن في ناس تستحق الوصول ووصلت، وفي ناس ما تستحق المسألة هذه. يرى البعض أن سوق الأقمشة في الكويت يلبي احتياجات الذوق العام، إلى أن ما زالت هناك بعض المصممات التي يتمسكن بسوق الأقمشة العالمية. دور الأزياء العالمية عززت الذوق الخليجي عندما قدمت أزياءها بطابعهم. بالعكس، أنا أشوف أن هذا شيء وايد حلو، أن الدور العالمية تصمم للمرأة الخليجية، وأشوف أن هذا يعزز مكانتنا إحنا كمصممات، وأن هم يكونون متواجدين معانا بالساحة. وبالأخير هو تبادل ثقافات، شيء جدا حلو وأثر علينا بشكل إيجابي وسهل علينا كثير من الأمور. إحنا كنا قبل نتعنى حق السالفة هذه في أن إحنا نسافر حق دور الأزياء العالمية بشكل عام عشان نتنقل اللي احنا نبيه، ولكن بالنسبة ان اهما
يدمجون ثقافتنا في أزياءهم، فهذا شيء بالعكس وايد يطج الصدر وإحنا وايد مستانسين عليه. مواقع التواصل الاجتماعي في عالم المصممات كان سلاح ذو حدين. خلونا نشوف وجهة نظر مصممتنا. أنا دارسة أكاديمياً، فمع احترامي للجميع ما تساويني مع وحدة هاوية تكون متواجدة على وسائل التواصل الاجتماعي وتاخذ شغل الناس جاهز مجهز وتعرضها في أقل الأسعار. أنت تين حقي أنا كتجهيز وسفر وتدقيق في شغلي أو أوظف وايد ماتيريال الخامات. المسألة ما هي مسألة إنك أنت تحطين قطع بس تحطينها وتسوينها وتعرضينها، لا، المسألة وايد أكبر من كذي. اليوم المناسبات والمواسم تفرض علينا تنفيذ معين للقطع. هناك بعض المصممات يتأثرن تصاميمهم باللي ذكرنا. مع مصممتنا نوال الناصر غير. بشكل عام لما أي أصمم لازم لابد ما أن عندي قطعتين ثلاثة تواكب الموضة السنة هذه. فمثلا عندنا مثلا موديل الشروال، أنا ما خليته فقط أنش تلبسينه حق شهر رمضان، أنت عندك كثير مناسبات ممكن تلبسين استقبالات وزوارات وحتى حق شهر رمضان. فأزيائي ما تأخذ مثلا خلينا نقول عمر معين، إذا تسأليني أي عمر ممكن أنا أقولك حتى من 16 لإن شاء الله بالستينات اللي قاعد أصممها ممكن يلبس كثير من الأعمار. ثقافة الموضة وما يحدث خلف الكواليس باتت ضرورية في عالمنا. مع كاتالوج راح نعزز هذا المبدأ. وراقية وأنا أحب الأناقة، ولكن هم أنا ما يمنع أني أنا أحب تفاصيل القطعة، أحب القطعة المعقدة اللي فيها وايد أمور ومتعوب عليها، فيها أحجارها، فيها كذا خامة متواجدة فيها، مضفتها بطريقة جدا راقية. الشيء الأنيق لا أهلا، بس هذا ما يعني أني أنا ما أقدر أسوي شيء راقي جدا مميز وأنيق في نفس الوقت. أنا ما بيقول الأناقة دائما فيها بساطة بس لها ناسها. في بعض المصممات ممكن أن توقف شغلها في موسم معين. بالنسبة لي أنا لا، أنا ممكن طول السنة أنتج بعض القطع وأشارك بمعارض داخل الكويت وخارج الكويت، وشغلي دائما موجود. أي أحد يبي أي قطعة تتوفر عنده، وبعض الأحيان يكون القطع خاصة وسبيشال ما تكون معروضة أساسا في الانستغرام ولا راح أعرضها.
المهتمين في عالم التصميم يرون القطع الراقية في أسواق معينة، يا ترى شنو هي هذه الأسواق؟ في كل تبينة، سواء العرايس أو السواري أو حتى حق الدراري والاستقبالات. بس هذا ما يعني أني أنا ما عندي توجه حق خارج الكويت. أنا ممكن أجيب قطعي خاماتي من تركيا ومن إيطاليا، ومحطتي دائماً وملاذي في الهند. أعشق قطعها وأحب دائماً أني أنا أتميز فيها، فأطعم دائماً قطعتي بين خامات الكويت والأكثر خامات الهند، لأن أنا أبي أكون متفردة بتصميمي، أن ما حد راح يقلدني. حتى لو واحدة حاولت تقلد القطعة وخاماتها تلاقي بعضها بالكويت، راح تلاقي غالبية الخامات الموجودة في القطعة هي من الهند. عندي تفاصيل وايد في القطعة، وايد تهمني الأحجار والفينيشينج، أحب وايد أوظف خامات في القطعة الواحدة، والحمد لله رب العالمين أدى أن هذا الشيء يميزني ويخليني أنا جدا مستمتعة. أشكر تلفزيون الكويت على الاستضافة الجميلة هذه، وأشكر برنامج كتالوج، وهذا شيء وايد ونستني وجودكم أنتو، وإن حبيت أني أنا أوصل بعض المعلومات عن المصممين ومصممات. وترى أنا أفتخر وايد في بنات ديرتي، شباب وبنات، عندنا نخبة جميلة من المصممين، وأتمنى الكل إن شاء الله يا ربي يتوفق. من الضروري أن نتعرف على الخطوات الأساسية قبل البدء في وضع المكياج، لهذا خبيرة التجميل خلود الشمري تقدم لكم بعض النصائح في هذا الشأن. أنا أول شيء بلشت الميك اب من تقريبا عمري 15 سنة، بلشت مع رفيجاتي، خواتي، الناس اللي قريبة من حولي، عشان حتى إذا كانت في أخطاء نقدر نتفادى هالموضوع. لقيت نفسي إن أنا حابة هذا الشيء، يعني حبيته بقوة، بديت أتطور أكثر. قمت أسوي يعني حق خواتي بالمناسبات المهمة، في الأعراس، في الأشياء اللي حيل يعني مهمة عندهم، فبدأ يتطور معي هذا الشيء. رفيجتي عندها صالون، قمت أروح وياها وأتطور أكثر وأمسك الزباين، لحد ما الحمد لله بديت أن أنا أستقل بروحي وأوصل للمكان اللي أنا فيه الحين. الاهتمام بالبشرة مكمل أساسي للمرأة، لابد الاهتمام بشكل مستمر. خلينا نتعرف على طرق الحفاظ على البشرة. أهم شيء في بداية الميك اب ترطيب البشرة، هذا الشيء اللي احنا كلنا ما نستقي عنه، ترطيب البشرة. يعني البشرة إذا ما كانت مترطبة عدل وما كانت متهيئة حق الميك اب، شلون تكون متهيئة؟ نرطبها. الترطيب هو اللي يخلي البشرة تتهيئ حق الميك اب. فأنا أنصح البنات يعني بشكل ضروري إن هم ما يرطبون البشرة بس بيوم المناسبة وينسون الفترات اللي قبل المناسبة. يعني في وايد بنات يوم العرس تبتدي تهتم ببشرتها وتسوي، وهذا ما رح يعطيك نتيجة اللي أنت تبينها، نفس ما أنت تبلشين قبلها بشهرين ثلاثة عشان يعطيك شكل وايد حلو حق الميك اب. وبعد شيء أساسي اللي أبي أقوله حق البنات، يعني إحنا الحين
نشتري أقل المنتجات من ترطيب من ميك اب من أشياء، وهي ممكن تفيدنا بس تعطينا ربع الشيء اللي هو أهم، شرب وماء. لأن أحيانا وقت اللي أنا أحط الفونديشن ألاقي في أشياء تصير بالبشرة متشققة، مع أنه قاعد أحط لها أقوى براند مرطب، بس لأن شنو هو من الداخل هي ناشفة، البشرة ناشفة فمحتاجة ترطيب قد ما تقدرون، فشربوا ماء، أنصحكم أنكم تشربون ماء. في النهاية اخترنا لكم هذا اللوك بأنامل جذابة من خلود الشمري، وأكيد خصصته لبرنامج كاتالوج. تصاميم ومصممين، وعندنا آخر صيحات الموضة، الفخامة، البساطة، وأن تألق في أزياء الآونة الأخيرة، راح نعرف كيف تكون الجرأة بالألوان. كل هذه الأسئلة راح نجاوب عليها معاكم في برنامج كاتالوج على تلفزيون دولة الكويت. تابعونا، معاكم أختكم أسرار دهراب. نشكركم على متابعة تلفزيون دولة الكويت في برنامج كاتالوج. نشوفكم في الموسم القادم إن شاء الله. مثل ما تبي يلبس ولا تهتم كلام الناس، لبسك الشي اللي مثلك ويميزك عن باقي الناس. مثل ما تبي يلبس ولا تهتم كلام الناس، لبسك الشي اللي مثلك ويميزك عن باقي الناس. كل واحد ودوغة حوم أحمر أخوه.